محمد بن عايض العتيبي. شكرا شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في هذه الانطلاقات الصباحية ومنافسات سن الإجذاع هنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا السباق المحلي التاسع في هذا اليوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان المبارك لعام 1443. تنطلق منافسات وشعارات أبناء القبائل الخاصة بسن الإجذاع على بركة الله. مشاهدين الكرام، تعلن انطلاقة رابع الأشواط، شوط خاص بالقعدان، نتابع هذه الأسماء. نسير مباشرة مع الصدارة، أتابع الشباب هنا على أول المراكز لخميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع القادم مع ثاني المراكز هملول. يصل هملول بشعار محمد بن فاران بن عتيقة البريد المري، يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع من الجانب الآخر وصول من سياف. يصل سياف بشعار سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع رابع الأسماء. وصل صفوان طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل القادم مع هذه اللحظات، وخامس الأسماء. مشاهدين الكرام، متابع الشعار القادم هنا والمنطلق شعار بن قطامي، يتقدم مع فلج هادي بسالم بن محمد بن قطامي. هذه الأسماء الأولى مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، مراكزنا المتقدمة في هذا الشوط، شوط يحمل لنا نخبة من القعدة ميدان الإجذاع المشاركة والمنطلقة هنا على أرضية الميدان. أعود هناك مع البداية والصدارة، أتابع شباب، شباب على الصدارة، ينطلق مشاهدين الكرام بشعار خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي، يتقدم هذا الشعار، يحضر دائما في منافسات رياضتنا العربية الأصيلة. شعارك يا المريخي هنا المتقدم المنطلق بهذا الأداء الممتاز، بينما أتابع الشعار البرشلوني القادم في هذه اللحظات، يتقدم هنا يتقدم في هذه اللحظات، يريد أن يحقق أيضا هذا الانتصار الثاني مع تواجد سياف المتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع القدوم من هملول. يصل هملول محمد بن فران بن عتيق آل بريد، الله يشعار القادم والمتواجد هنا، يتقدم هملول، يحضر هذا الشعار دائما في هذه التحديات، مميز ويقدم لنا أسماء، دائما يحضر بحضور الكبار، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات صفوان. يصل مع رابع المراكز بشعار طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل، يتقدم هنا، يتواجد مع رابع المراكز، بينما هناك من الجانب الاخر اتابع شعار بن قطامي فلج هادي بن سالم بن محمد الف هيد المري القادم مع هذه اللحظات. هذه الاسماء، هكذا الاسماء، هكذا التحديات مشاهدينا الكرام. ونداءنا الثاني لمراكزنا الاولى المتقدمه كما تشاهدونها عبر هذا النقل الحي والمباشر لقناه الريان، تنقل لنا هذه الأحداث هنا من أرضية الميدان. الله يا الأسماء الحاضرة، أتابع الشعارات القادمة ما خلف المراكز المتقدمة، أسماء قادمة، الله يا الأسماء والتحديات المستمرة هنا على أرضية هذا الميدان. أعود هناك مع البداية، شباب أشعل نار المنافسة منذ البداية، شعارك يا المريخي هناك متواجد
منطلق على الصدارة. شباب شباب خميس بن محمد وخميس بن عويض المريخي، الله يا هذا الشعار المتواجد والمنطلق هنا مع الصدارة مع البداية باندفاع ممتاز وأداء أداء رائع هنا انطلاقة شباب. بينما أتابع أتابع بن عنزان يقدم لنا شعار يتواجد مع سياف القادم مع ثاني المراكز سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي القادم في هذه اللحظات، ولكن الهجوم بدأ الهجوم. شوف الأسماء الشعارات القادمة في هذه اللحظات. أتابع هملول هملول يصل مع ثالث المراكز محمد بوفران بن عتيق البريد القادم مع ثالث المراكز. بينما أتابع بن قطامي فلج فلج قادم مع رابع المراكز هادي بن سالم بن محمد بن قطامي، وهنا اسم قادم يتدخل في هذه اللحظات وصل شاهين سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري شعار بالعرج القادم مع هذه اللحظات. الله يا الأسماء وصل وتابع الوصول. وصل مشاهدين الكرام شاهين مانع بن عبدون بن عبد الله الجحافي القادم في هذه اللحظات. هناك ايضا وصول من هجن السيلية مع النحاوي. الاسماء قادمة الاسماء قادمة، ولكن العودة الى الصدارة صراع الاقوياء ثنائية البداية. بن عنزان الشعار الشعار البرشلوني يغير في هذه اللحظات ينطلق مع الصدارة. نتابع هذا الانطلاق وهذا الاداء الممتاز مع سياف سياف سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات ينطلق بالبداية الشعار البرشلوني. ولكن شوف القادم اتابع شباب شباب القادم مع ثاني المراكز خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي، ولكن بن قطامي بن قطامي يتابع الموقف يتابع من خلال ايضا فلج القادم مع ثالث المراكز ووصول من جلمود جابر بن عفاس بن صالح الغفران المري. يصل جلمود تصل الاسماء القادمة في هذه اللحظات. هناك وتابع القادم مشاهدين الكرام والوصول في هذه اللحظات من النحاوي لهجن السيلية. الله الله، ولكن العودة الى الصدارة العودة الى مقدمة الشوط الشعار البرشلوني بن عنزان بن عنزان هنا مع الصدارة يتقدم مع سياف مع سياف على مقدمة الشوط. ركز وتابع وتابع الأسماء. الله وصل وصل جلمود جلمود جابر بن عفاس بن صالح الغفران المري القادم في هذه اللحظات يشكل الخطر يشكل الخطر. الله الله اشتدت المنافسة هنا. سياف سياف وجلمود مع اللحظات الأخيرة، ولكن سياف بن عنزان مع النقطة الثانية إلى هذه اللحظات. الله 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 سياف سياف الشعار البرشلوني مع ثاني الانتصارات يحقق هذا الناموس. تهانينا والناموس لمالك سياف سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي على فوز سياف وانتزاع ناموس هذا الشوط. بينما وصل في ثاني المراكز جلمود لجابر بن عفاس بن صالح الغفران المري، ثالث المراكز وصل النحاوي لهجن السيلية، رابعا كان الوصول وصل فلج لهادي بن سالم بن محمد آل فهيد المري، وخامس المراكز وصل مشاهدينا الكرام الجذاب لمحمد بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني. هكذا كانت النتيجة. نعود بالتوقيت الزمني لحظة وصول سياف إلى خط النهاية 9 دقائق 16 ثانية 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل جلمود ب 9 دقائق 16 ثانية 57 جزء من الثانية. الثانية لجابر بن عفاس بن صالح الغفراني المري. بينما وصل في ثالث المراكز النحاوي توقيته الزمني 9 دقائق 18 ثانية 61 جزء من الثانية. الثانية ايضا لهجن السيلية. هكذا